rendant hommage à cette troisième édition de la fête du cinéma, je vous prie d'applaudir très très fort Rawia. Et à présent, j'aimerais inviter l'équipe du film L'automne des pommiers. فيلم خريف التفاح لمحمد مفتكر كيف ما كتعرفوا كان في مهرجان الوطني للسينما بطنجة وحاز على الجائزة الكبرى وجوائز أخرى. فأنا دائما يعني كانت من ضمن الأحلام ديالي الفنية أنني نشتغل مع مخرج بحال يعني مفتكر، لأنه تبارك الله يعني الأفلام ديالو كلها أفلام عندها بصمة خاصة، وهو متميز مخرج عنده حساسية عالية يعني في الكتابة ديال السيناريو وفي الطرح أيضا ديال بعض القضايا، واحد لغة سينمائية اللي هي عالية جدا سواء كانت تقنية أو سواء كانت درامية. يعني باقي الفنانين كلهم يعني في هاد السنتين هذه اللي كانوا القاعات السينمائية كانت قفلات، وكان واحد يعني واحد الجمود اللي بغينا نقوله فني وسينمائي بالخصوص. فكنا كنتمناو انه يعني يخرج، باقي ما خرجش الفيلم القاعات السينمائيه. وكيف ما قلتي لاحظتي يعني سنتين هذه حتى يعني تغير الشكل ديالنا، ولكن الحمد لله ان شاء الله كنتمنى انه يخرج ويلقى واحد الاقبال جماهيري كبير. الفيلم ما كيقتصرش فقط على القصة، الفيلم هو تعامل مع اللغة السينمائية، تعامل مع الحكي، تعامل مع الرموز، تعامل مع التراث، تعامل مع التاريخ، تعامل مع أشياء كثيرة. القصة تتلخص في أب يتنكر لابنه ظنا منه أنه ليس ابنه البيولوجي، فكتكون رحلة هذا الطفل ليثبت للأب أنه فعلا ابنه. هل سيثبت ذلك أم لا؟ هنا تكمن يعني حكاية الفيلم. فعلا احنا عانينا بزاف من الحجر اللي طال، واللي ما استطعناش فيه نخرجوا الفيلم للقاعات. يعني الغريب في الأمر أن السينمائي يتطور يوما عن يوم، حين مثلا تحس أن فيلمك لم يخرج، لأن عملية خروج الفيلم إلى القاعات ومشاهدته من طرف الجمهور هي تدخل في عملية صناعة الفيلم، يعني يحس المخرج بنوع من الإحباط طالما أنه لم يتوصل بردود أفعال المتفرج الكبير. أنا لا أتكلم عن المتفرج الذي يحضر في المهرجانات فقط أو في التظاهرات، بل عن المتفرج الذي يذهب طواعية إلى السينما.